عصر الذي استشهد وهو ياسر عصر وهو وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إثر سقوطه داخل هواية مترو الأنفاق أثناء إصلاح عطل بمحطة مترو مسرة. ضحى بنفسه من أجل أن يمنع الموت عن آخرين، دفع حياته ثمنا لمنع حريق كبير داخل محطة مترو مسرة في شبرا مصر. طبعا ياسر عصر مواطن مصري قبل أن يكون ضابط، لكنه في أدائه كان وطنيا ومخلصا مثل الضابط ياسر. كثيرون من أبناء جهاز الشرطة وأبناء القوات المسلحة يضحون بأنفسهم دون انتظار لأي ثمن. رحم الله الشهيد البطل وألهم أسرته والشرطة المصرية الصبر والسلوان. أيضا فقدنا اليوم نائبا سابقا مخضرما له شعبية كبيرة، إنه عميد نواب الدقهلية النائب الأستاذ الدكتور هرمس رضوان، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالدقهلية وشقيق النائب الدكتور مكرم رضوان. السيد محمد أبو العنين وإدارة القناة يتقدمون بالعزاء إلى الأسرة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. ورحل أيضا عميد الدبلوماسية السورية الدبلوماسي الوطني القومي العروبي وزير الخارجية السوري وليد المعلم، هذا الرجل الذي كان رأس حربة في مواجهة الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، لم يتوقف عن العمل والأداء حتى آخر أيام حياته على الرغم من تدهور صحته. لقد أدار الملف السوري الخارجي بفاعلية وكفاءة على الرغم من كل الهجمات العاتية التي تعرضت لها سوريا من قطر ومن تركيا ومن الإعلام المغرض في العديد من الدول الأخرى التي لا تريد لسوريا